السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أحبتي. هذا أخوكم ماجد من قناة ألعاب ماجد. يعني قاعدين بالهواء الطلق، وجيت أسجل لكم فيديو جديد عن لعبة جديدة من 2020. اللعبة اسمها وايت فريم، اللعب الأبيض. راح نبدأ نلعب اللعبة، بس قبل لا نبدأ راح أتحكي عن اللعبة وأفهمكم إياها. اللعب الأبيض يعني لعبة مغامرة في عالم مفتوح، في قصة خيالية شوي، يبحث يعني لإيجاد قوة العالم. تبدأ اللعبة بشاب مغامر، شاب يقع في المشاكل ويتعاقد مع المطلق، يطلق النار، يبدأ يطلق النار ويبدأ رحلته للعثور على إجابات. عالم مليء بالألغاز، حوالي عالم متروسة بالألغاز. مهمتك انت طبعا مساعدته في قتال الأعداء والبوسز الرؤساء. أيضا تتميز اللعبة أيضا بالبناء ونظام الحرف الذي يساعد على بناء منزل ونمو المحاصيل، لذلك فإن السعر المجاني للعبة يجعلها تستحق المراجعة بسهولة. نبدأ على بركة الله. طبعا جرافيك راح اقول له هاي، تليفوني يدعم الهاي، انا تليفونك اذا ما يدعم الهاي لا تقول هاي. واهم ما في اللعبه اعزائي انها تلعب مجاني اوف لاين بدون نت، يعني قاعد اجيب لكم العاب مجانيه يوميه، كل يوم مو يوميه، كل يوميه ثلاثة ايام ان شاء الله، حتى ما نبخس الالعاب الثانيه حقها ونوازن بين الألعاب. يعني وهاي ألعاب يعني 2020 لازم نستعرضها مرات الموبايل. في وقت to come back again with you. So yes. يقول إذا أريد ترجع هل تحمل أي شيء من أجل النجاة؟ نعم. Give yourself an internal fire so that the flame inside you never extinguish. Okay. يقول لا تخلي الذهب اللي داخلك ينطفي، يحسك على المعركة. شايفين قلت لكم اللعبة أوفلاين، ما تحتاج انت تحتاج نت أول مرة من تنزلها بس، وبعدين تلعبها بكل بساطة. الجرافيك خيالي، شايفين الله رائع. هاي خليتها على الهاي مو على يعني على الماكسيموم كلش. Are you ready؟ هل أنت جاهز؟ نعم. Say as located above the silver dungeon, but as we have research, this passage is extremely safe from the sand. إي يقول هاي تعتدي على دونجن شياطين، لكن إحنا أبحاثنا تقول إن هذا الممر extremely safe، يعني أمان في الممر. وإذا صادوا بيج مونستر، وفي وحوش كبيرة أيضا للأمام. Just a little bit more you will get energy is coming from. يقول راح تعرف على الطاقة الجاية من وين. According to my experience is probably due to the abyss stone. يقول يعني حسب معلوماتي وخبرتي جاية من الأحجار. Find this stone. We have spent 2 years just. يقول قضينا سنتين وإحنا ندور على هذا الحجر، يلا لقيناه. يقول ما عندي أسئلة أكثر، ما عنده أسئلة أكثر. يقول دوس كونتينيو، دسنا كونتينيو، أريو شو everything will be okay. يلا أنت متى؟ راح أقول له I feel a bit scared. أنا خايف صراحة. يقول أنت يعني كل شيء على ما يرام له، حاطهم أبيتسكير يعني قليل من الخوف. قلت له أبيتسكير أكشن يا ولسو هاب سام فيها. يقول أنا خايف قليل. يو كان جيف أب ذا تايم تو ليف تو أباوت تموت. راح نبدأ اللعبة الآن عقب هالحكي الطويل المسوار. أندرستود. خلينا نشوف شنو قال. يو كان موف
هاي للتحريك، يمنى ويسرى وأبوف وأعلى وأسفل بوتوم. أوكي، عند روتيت كاميرا إدراك دفيد ودرايد، وحتى فور الكاميرا تسحبها لليمين، تسحب بصبعك لليمين. أندرستود، مفهوم؟ شايفين هاي اللعبة؟ خلينا نمشي بيها. معكم مسدس بالسلاحي هذا طبعا. يقول بريس تو اتاك، بريس كونتينوسلي فروم كومبو سلايد يور فينجر تو ذا كي فروم سبيشال اتاك. اوكي، that stem cells can't help you try attacking it. يقول هذا ما يقدر يأذيك، جاي تهاجمه. هذا اللي يأذيك، شايفينه اجا وحش. قتلناه. هذاك بشر مثلي مثله، ما يقدر يأذيك. طبعا اول مره العبها، انا ما اعرف شو اسمه. شايفين اللاي هذا شو يسوي؟ هذه متساقه. طيب هذه دقمه، خلينا نشوف هذه لحظه شويه. سيف، وهاي ما عندي غير السيف. اوكي، اوكي خلينا نلعب نكمل. هذا ما يهدينا قلنا، هذا دليلنا على الطريق يمكن. جيد، there are three bars HP when you go up in green bar you can attack anymore you have to wait it happens يقول لك هو ثلاث علامات طوال هيك مستطيلات، شايفين على اليسرى هذا اللي مال الاتش بي الشفاء مالك. اذا خلص الاخضر ما تقدر تهاجم بعد، لازم تنتظر حتى يتجدد الدم مالك. كليك هير تو سيلكت ذا تشيك اكسشينج وابن بتوين ثري تايبس شورت سوردز لونج سوردز اند بو. يقول الأسلحة الموجودة سيف قصير وسيف طويل وقوس، فهذا الخيار حتى تختار بيناتهم. خلينا نكمل. أوه شنو هذا الهجوم هذا؟ عاودين بعدنا. بعدنا ما عاودين، هجوم كاسح بنان علينا. شايفين اتانا الاخضر يصير فوق. اشرد منهم حتى يكمل الاخضر، حتى يصير عندي طاقة للهجوم. خلصناهم. اذا ينقص الاخضر ما اقدر اهجم. بعدني بليفل زيرو، انا نرجع صاحبنا وراح نكمل مشوارنا. والله لعبة جميلة كانها، يعني خصوصا انها تتسم بالاوفلاين، يعني ما تحتاج نت، يعني لا راح يصير لاج عندك ولا تقطع اللعبة ولا هتلعب براحتك يعني. نعبر. طيب هاي مفاجأة صراحة، مفاجأة. ما توقعت تجي سرينا. تاب تو كونتينيو، خلينا نكمل. هذا انا متعلق طايح في الجسر. الجسر شلون يعني لازم نعبره بسرعة بهالحالة. انا تهاونت بعبره.
كونشر هل انت على وعي؟ لازم انت على وعي. The flame inside you is still burning. It is not easy to... اللاعب داخلك يحرق يقول مو سهل اطواها. Give yourself a wide flame and then you will still exist. يقول انت نفسك فرصة. Come here. تعال هنا. راح يوديني وين بالله؟ هذا ما من طاحت من الجسر يعني. وبعدين ويك اب اقعد يقول انهض. قعدنا resting in the white frame for the camera level up and there magic make potion. يقول اتعلم السحر وسوي الجرعة البوشن اللي يتابعني بانجري بيرد يعرفها. come on سحر ريد فلايم تو طيب كان كان مش عارف وين قلت لهم وين سوني if you die you will have pay all my sons. يقول إذا متت لازم تدفع الأرواح البيضة كلها. طيب and there is no way to recover it so try to not die. وماكو وسيلة للشفاء منها لذلك حاول انها تموت. طيب مو خصم وذيابه خصمنا الآن ذيابه الصبر يعني اتقدم عليهم تراجعوا يجيني واحد واحد شايفين. خلص تمي هذا ديب خلصته. اوف دمي الاحمر كله طار. ناخذ الثاني خليط الدم الثاني. ديدنت نهاية مميتة طبعا متنا حبايبي. لازم راح نعيد الكهرباء مرة ثانية. هجمونا مر علي اثنين مو واحد. لازم اخضر حتى اهرب حتى الاخضر يصعد. شايفين اخضر انا ما اقدر اهجم اذا الاخضر نازل. بقى واحد ما اعطيتن قتلنا. كان هذا اللي عندي اليوم وياكم حبايبي. القاكم في لعبة جديدة من ألعاب 2020 وأتمنى لكم التوفيق وأمل اللعبة عجبتكم. إن شاء الله حبايبي لا تنسوني باللايكات والهذا وأنا خادم لكم بمزيد من الألعاب. هذا أخوكم ماجد من قناة ألعاب ماجد. في أمان الله.